وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من مدينة نيويورك سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. نرحب بك في نشرة الثالثة. إذن هو صدى واسع وإشادات لتعميم تجربة البحرين الرائدة في مجال تمكين المرأة عبر الجائزة العالمية والتي وصلت إلى مرحلة الإعلان عن الفائزين في دورتها الأولى. هل من مؤشرات أخرى رصدتموها توضح تأثير الجائزة ومدى الاستفادة منها؟ مرحبا وشكرا على استضافة تلفزيون البحرين لنا. طبعا هناك جملة من المؤشرات اللي تدل على ذلك ومن الممكن إيجازها في التالي. أول مؤشر تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمبادرة بشكل كامل، كونها بحسب تقييم الهيئة تأتي منسجمة مع التوجهات والأهداف الأممية في مجال تمكين المرأة وتمكين المجتمع بمؤسساته المختلفة. والهيئة اليوم تعتمد عليها من ضمن أدواتهم وآلياتهم اللي تمكنهم من اكتشاف قصص النجاح والمساهمات النوعية حول العالم. مؤشر ثاني قبول عدد من الشخصيات الدولية بالانضمام للجنة التحكيم، وهي لجنة تحكيم مستقلة وتراعي الحيادية التامة في أعمالها والتزامهم التام بالترويج للجائزة وإيصال رسالتها إلى المتلقي. وهذا يدل على قدرة الجائزة أنها تلفت نظر واهتمام أصحاب الخبرة والاختصاص، وهذا يعني مؤشر نعتز فيه الحقيقة. مؤشر ثالث الإقبال الجيد على الجائزة يعني في دورتها الأولى ووصولها للدول، وهي يعني طبعا يأكد انتشار الجائزة ووصولها للعديد من الدول. كان هناك 1880 مشاركة من حول العالم وتنافسوا على المراكز الأولى. قائمة نهائية كانت مكونة من 20 جهة انزلت إلى 8 جهات، ومن بعد الزيارات الميدانية اللي راعت لجنة التحكيم أن هي تقوم بها للتدقيق في مضمون هذه المشاريع والتأكد من مطابقتها للاستمارات التي تم لها من قبلهم، وصلوا للأربع فائزين بحسب ما تم الإعلان عنها أمس في نيويورك بحضور رفيع المستوى. ومؤشر يعني أخير بس يعني حفظا على وقت اللقاء هي قدرة الجائزة على الترويج لتقدم المرأة في البحرين بشكل موضوعي وعلمي وبدون زيادة أو نقصان. شكرا لكم. نعم الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.